القرميشة الجديدة، وما نعودكمش على اللذة اللي فيه. نتمنى ان هذه الطريقة هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. وبالصحة والراحة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتكم ديالي سنورة، كما عودتكم دائما على الجديد والمفيد. بالنسبة لهذا النهار بغيت ندير معكم الكالامار ولا السيبيا، يعني كيفاش غادي ديرو، باش ديرو بطريقة ديال المطاعم، كيفاش غيجي مقرمش وبلدة زوينة وكيبقى رطب من الداخل. أول حاجة كان نديروها هي كنرقدوه في الحليب وشوية الملحة بحال هكا، يعني غير هكا كترقدوا واحد نص ساعة ولا ربع ساعة، المهم على حسب نتوما الوقت اللي عندكم، يعني كترقدوه بحال هكا وكتخليوه. من بعد غادي تصفيوه وغادي توجدوا واحد الخلطة، هاد الخلطة فيها شوية ديال الربع قزبر ومعدنوس وشوية الثومة. إلا كانت عندكم بودرة ديروها، أنا ما عنديش، درت غير ضريس ديال الثومة محكوك ها هو، وخمارة ديال 7 غرام، واحد البيضه، شويه ديال السكينجبير، شويه الخرقوم، البزار والملحه والبيضه راه قلت لكم في الاول. صافي كنخلطوا هذا الخليط هذا، غنرقدوا فيه الكالامر من بعد ما نصفيوه، وعاود ندوز معكم باش نوريكم كيفاش الطريقه ديال القلي، ولكن نخليوه حتى في هذا غير نرقدوه واحد نص ساعه بحال هكا كل، المهم على حسب نتوما قلت لكم الوقت ديالكم، يعني المهم خصو يتشرب هذه المقادير هذو. صافي غنخلط هذه المقادير هذو كاملين، غنضيف الكالامار. صافي غادي نخلطو في هذه الخلطه هذه، ومن بعد غادي ندوز باش نقليه. صافي غنخلطو بحال هكا وغادي نغطيه بالفيلم اليمونتير، ومن بعد ملي غيرقد واحد شويه غادي ندوزو باش نقليوه مع بعضياتنا. دابا ملي بغيت نقليه هو دا الدقيق، عندكم واش يبان لكم، ها انتما زدت فيه شويه ديال الملحه والبزار وشويه السودانيه. بالنسبه للكالامار الا بغيتو ديروه في السودانيه ديرو فيه في الترقيده ديروها، ما بغيتوش ديرو غير بحال اللي درت انا دابا، غير باش ما يجيش الدقيق باسل زدت فيه شويه السودانيه وشويه الملحه وشويه البزار. دابا غادي نحيد من بعد ما كنت رقدتو، نهز بحال هكا. بالنسبه لكم الا كان الكالامار صغير يعني هكا دوائر كيجي احسن، يعني باش كيجي زوين. انا كنت خديت هذا كبير قطعتو بحال هذا الشكل، يعني غادي ندوزو بحال هكا في سميتو، نحطو فوق بابي ابسوغون تنكمل، وغادي ندوز باش نقليه. الزيت ديجا درت هكا تسخن. ها انتما بالنسبه للكالامار صافي صايبتو هكا، غادي ندوز دابا باش نقليه. ها هو من بعد ما درتو تكون الزيت هكا سخونه و كيكون مغطي بالزيت، صافي كتردوه في غادي تكون المقله شويه ثقيله وتخليوه سخوني بهاد الطريقه هادي، كيجي مكرمش وكذلك كيجي رطب. غادي دابا غنخليه حتى يتحمر ومن بعد غنقلبو، وعاوتاني نخليه يطيب مزيان حتى كيتحمر مزيان، وعاد غادي نحيدو وان شاء الله نتلاقاو في الطبق التقليدي. ها هو دا الكالامار ديالنا ملي وجد، كيجي واحد التقرميشة لذيدة، وما نعاودلكمش على اللذة اللي فيه. نتمنى ان هاد الطريقة هادي تنال الاعجاب ديالكم وجربوها، واكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. وبالصحة والراحه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وما تنساوش البارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.